واش شداش الدوخه؟ لا شد فيا شد فيا ما تخافش. المهم الخوش راه كاين العلو اخوان، راه كاين العلو. ما نعاودوش نمسلو ها؟ نمشي ندورو حتى نرجعو تالي؟ ندورو تالي حتى ما نرجعوش. سير سير والله داخ ناري ما كايناش طريق. كيف والله ما كاين طريق حق الرب. وصلنا حتى لهنا والله ما كاينة. وصلنا حتى لهنايا. هذا بحال قلتي ثاني باب. غنمشيو ملي غنمشيو ملي مين؟ ملي نرجعو ديك الرجعة كاملة ثاني السيموش ها؟ دخشي نجي باش نجلس من تما. الماكلة تخيل معايا الإنسان يكون مردوم تحت الأرض ويصيفطوا لك الماء والماكلة في الحفرة. كيلو حومنهم ها هو السجن اللي تحت الأرض يا إخوان. شوف شتي هذه راه حفرة. هذه هي المثمورة. هذه هي المثمورة وليدي، هنا في كانوا كيلوحوا بنادم. طريقة الخوت راه محفرة. وهذه الناري كاينين كاينين سيكيريتي يا صاحبي. والله هذه القلعة خوتي. هذه هي قلعة بولعوان ديال السلطان الكحل. الباب ديالها البوابة ديالها يا بسم الله يا ضمار. والحمد لله بعد معاناة الحمد لله وصلنا للقصبة اخوتي، القصبة المتواضعة. وهذه راه قصة قصة شي كبيرة كاينة هنايا. اش بان لك السيمو جناة ولا ما جناش؟ ويلي اخويا أه؟ بعد المعاناة جتك البلاصة ولا ما جتكش؟ زين اخويا نحلاو ساعة بسيرة الرحيم نشوفوا الدنيا كي دايرة. شوف تبارك الله ما شاء الله عندك طيح راه كاين بوك اش كاينة؟ سيمو دختي غادي ودرك هنا توصل عند ديك الشجرة. الله إلا توصل عند ديك الشجرة. هذه هي القصبة اخوتي، دابا تقريبا غادي ندخلوا ليها يا بسم الله. اش بان لك في هذا الباب السيمو؟ شوريه تبارك الله ما شاء الله. عرفتي هذا الباب شحال ليه؟ شحال ليه؟ ليه قرون. ياه قرون. كتبت لي قرون. اوه قرون كلشي هذا الشيء قديم تبارك الله ما شاء الله. المهم غادي ندخلوا دابا اخوتي. صراحه الباب ديال هذا 100% مرمط. سلام تسمع. يا بسم الله. يا بسم الله كاين شي واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. تا كاين شي واحد كاين شي واحد داخل. حقك يا ريح العساس هنايا شو مكتشفوا كاين العساس الخوت هنايا. خاصني نسلت انا. السلام عليكم. السلام عليكم. يا سلام تبارك الله ما شاء الله. سلام كيداير؟ كيداير ابويا بخير صحيحة كلشي مزيان؟ هو هذاك الله يحفظك الله يلا بخير الحمد لله. سيمو شد هاد النظاظر هادو ماشي وقت النظاظر دابا ديرهم انا هاكا ديرهم اخويا هاد النظاظر هادو. المهم الخوت تقريبا هنايا شوف واش كاين. هادي شي طريق هادي ونوريكم الحفاري اللي كانوا كيلوحوا منهم. ها هو السجن اللي تحت الارض يا اخوان. شوف شتي هادي راه حفرة. هادي هي المثمورة. هادي هي المثمورة وليدي، هنا في كانوا كيلوحوا بنادم. هذا هو الحبس. هذا هو الحبس. حبس البكري. الحبس ديال البكري يا وليدي. المثمورة هادي راح هبطوا المثمورة. هبطوا المثمورة. هبطوا المثمورة. شو الخوت شوف شوف راه مازال غندخلوا لهذا الحبس. الباب ديالو ما عرفت فين كاين. هاد البلايص كاملين عبارة على حفاري. كاين واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية الحفاري أخوتي. وكاينين البيوت لتحت. يعني هاد الحفاري علاش دايرينهم؟ باش يتنفسوا منهم السجناء اللي كانوا مولاي إسماعيل كان كيشد هذوك الأعداء. يعني أي واحد سخن عليه راسه كيشدوا وكيلوحوا في هاد المطمورة الخوت. كيلوحوا في هاد المطمورة وكيصيفط لهم غير الماكلة والماء من هنا من الثقبة كيعطيهم غير الماء والماكلة. تخيل معايا الانسان يكون مردوم تحت الارض ويصيفطوا لك الماء والماكله في الحفره. راه بزاف اه بزاف. السجن قاسي قاسي وصعيب بزاف. يعني يعني مولاي اسماعيل كان خطير صراحه. ماشي بحال دابا عكاشه كاين باريزيان كاين كلشي كاين كلشي كاين كلشي موجود. الحبس اللي خاصو يكون واد اللي خاصو يرجع واد باش كلشي يدخل سوق راسه. والله العظيم حنا جينا الاخوان جينا من كازا
باش نعطيو عبره لاي واحد كيدير المشاكل وكيدير الصداع. سروا المطموره. السلام عليكم. المهم الخوت غادي ندخلوا مع هاد الدخيله هذه، نشوفوا دابا الباب ديال السجن. عاب شويه عاب شويه. تاش كتخاف؟ تا شوف شعلة شعلة إطلالة. تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله الإخوان، تبارك الله ما شاء الله، تبارك الرحمن. شو إطلالة ناضية؟ فين كنجيبو؟ فين شتا كتزيبو؟ ناضية ولا ما ناضياش؟ وهنا راه وقع ديال المغارة هي هادي. تا الباب ديال سميتو خصنا الباب. بسم الله. حيت شد خايفة تيليفوني يطيح ليا بلاتي. عندك عندك سيمو عندك نلقزو نلقز ولا لا؟ بقى بقى نشدو واحد العيب. سفيان سفيان يا ربي السلامة يا ربي. شوفوا الخوت على إطلالة كيديرة، تبارك الرحمن. هذه القصبة ديال السلطان الكحل اللي هو المولاي إسماعيل. واه شي حاجة قديمة والله إلا كرتاح فيها قسما بالله. الخوت اللي عنده شي معلومات على هذه القصبة هذه يحاول يخليهم لنا في لي كومونتير باش نستافدوا كاملين اخوتي. صراحة هاد القصبة هذه هاد القلعة قريبا راه في عهد مولاي إسماعيل، راه هو اللي بنى هاد العيبة وهو اللي داير هاد السجن هذا اخوتي. راه السجن كاين تحت الأرض، يعني دابا غادي نقلبوا على البلاصة فين كاين السجن الباب ديالو. وقال لك راه خصنا إلا ما لقيتش الباب ديالو غنجيب شي قنب ونهبط من الزوبيا. قال لك كاينه تقريبا اللي كاينه تقريبا واحد نص كيلومتر تحت الأرض. نص كيلومتر تحت الأرض ضربة تحت الأرض هادي. يلا عاد باش توصل للسجن ديال اللي كان بكري. ياك هادشي اللي قال لنا وهادشي اللي غادي نديرو اخوتي. قال لنا داك سميتو غادي نمشيو نكتشفو دابا الباب ديالو البوابة ديالو الرئيسية. يلا يلا عاب شوية سيمو، عاب شوية اخويا. وهادو هما المتامر، هما هادو شنو هادو هما هادو الحفار. خاصنا نهبطو حنا لتحت دابا، راه خاصنا نهبطو لتحت عاد المطمورة. لا راه غادي ندوزو لهم غنلقاو شي بلاصة غنشوفو. شوفو اجي اجي هنا اجي. الخوت راه عندنا شوية راه لحقاس العساسة. الخوت العساس شو هادي كيديرة الدنيا هنا كيديرة. هذاك الشيء ديال الحديد دا انا الخوت والله الا حديد. ما طيش زيد 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 ما طيش ما طيش انت اللي ضاربك ضاربك على ما طيشه. ها هي شوف شوف اسكت اسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم يا اهل المكان. السلام عليكم. شو هبطه شو هبطه هبطه ترى اسكت اسكت ما تقولش هذاك الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هادشي شو غار شو غار ما رديهاش انا انت شو راه باقا طويله اصاحبي. هادي واقيلا كتهبط ها مالك غادي نمشي لعيبه هنا. شناهي بحال شي لعيبه هنايا شي عش ديال شي لعيبه شي كائن شي تخربيقه. ناري حمامه خلعتني اصاحبي والله الا خلعت. عندك عندك شو غار هذا هو هادي الهبطه ديال السجن هي هادي. شوف 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 نهابطين حنايا. رمضان اصاحبي رمضان مبارك سعيد. لا هادي كتهبط للواد اصاحبي، كتهبط للواد هادي. شوف الخوت كتهبط للواد هاد البلاصه كتهبط للواد ما مهبطاش ناري وتشد في شي حجره من هنا ضعتي. كتهبط على الواد هادي. اسمع على سقيل، يعني الخوت خاصني نرجع باش نلقاو الباب بعدا الرئيسي ديال المطمورات ديال السجن. ماشي من هنا السيم، ولكن ما لقيناش الباب. عييت صراحه ما لقيناش الباب ديالو. يا هو الباب، اجي تشوف الباب اجي. غندوزو ليه من لي شوية سي ناري دابا العساس قال لك غادي يمشي يديك لها. يا ربي هذا هو السجن. تخلعت يا سي سيمو شجع على حفرة الخوت. بسم الله بسم الله. هذا هو السجن اخوتي، هذا راه غير البوابة ديالو. تشحال بارد اصاحبي. شوف غندخلوا ليه دابا غندخلوا ليه من اللور من اللور غنلقاو الباب ديالو.
يلا سير. قصبة بولعوان هنا فين كان كي تعذبوا السجناء. شو السيمو السيمو هنا فين كانوا كي تعذبوا السجناء اخوتي اشد العقاب. كاع اللي كيدير شي حاجه وكيزبالي كيجيبوه لهاد القصبه كيعذبوه صراحه. شو التراب باش مبني سبحان الله العظيم. شو هاد الحجر هذا؟ والحجر تا هو متميز باش مبني. هاد الحجر راه داير هاد المنطقه هادي سنين اصاحبي هاد الشيء هذا. ها سنين سنين واعوام صعب. وهذا تشوف الله الا قاصح واش فهمتي حتى راه قاصح هاد العود. شوف الحيط وبدا فراك ما يبغيش يتقطع حتى العود. عود 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 غليظ عود غليظ. ودابا هذا هو الحبس خاصنا ندخلوا ليه من اللي ها الخوش من اللور. الا ما لقيناش الباب راه غنقز انا من الزوبيه من الحفره. ما عطيش البريه دايره هنا. ها ما عطيش البريه دايره. كاينه كاينه. شوف 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 تبارك الله ما شاء الله. شو قاعد تخربات هاد القصبة صراحة. بقى الرمز الوحيد هو الباب والصور اللي داير بها. واما من الداخل كاملة اخوتي تقريبا كلها مهدمة كلها مهدمة. اه قالك من اللور ديال القصبة قالك كاينة شي جنة. لا راه غندوزو غندوزو مورا القصبة غندوزو غنشوفو كلشي اليوم. اليوم احنا جينا نتعرفوا على قصبة بولعوان ديال السلطان الكحل. شو الباب ديالو؟ شو الباب؟ هذا هو الباب ديال السجن. هذا هو الباب ديال السجن. شو بارد اصاحبي. بسم الله. زلمومية زلمومية زلمومية. هيا زلمومية. بسم الله الرحمن الرحيم. رد على الزبرد. اه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو زلمومية الخوت. هيا هيا. عندك شدها 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 شدها. عندك شو عندك شو؟ سحور هذا سحور. سحور. شو واحد داير شي حاجة ميتة. ميتة هادو؟ ميتة 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 السيمو السيمو والله إلا سحور قسما بالله تميتة. رالي 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 شي عود 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 رالي عود. ها هو السجن أخوتي. شو كيدير؟ هذا التقابي ديالو مسدودين. التقابي ديالو مسدودين. ها نشوف دايرة موتة حمارة. تا شمن موتة حمارة صح. تا شو دارت موتة حمار؟ إيه دارت موتة حمار دارت راسها ميتة. شوف فين عطاش واقع. ها هي شوف يا ربي السلامة يا ربي. شو كيدير؟ شو كيدير؟ يا ربي السلامة دارت راسها ميتة دارت راسها ميتة. ياه؟ yeah. اه هاي ولا قلبتها الشمس؟ ما عرفت اخويا. راه نديرو نطيبوها في الفيلة. شو كيدير شو كيدير؟ شناهو السي؟ نطيبو بها نفطرو بها اليوم. نفطرو بها الخوت راه كاينة البصلة. راه حنا داخلين في غار كاينة البصلة صح. هاي شو هاي. الله يرحمها. انت شو كدير راسها ميتة بالعاني؟ ايه باش. هادي اخوتي راه الزرمومية هادي. يقول لك شو 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 يا بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شو واش كيبان لكم مزيان؟ شو الخوت هادو هما التقابيل اللي كنا من الفوق كيبانوا لينا هما هادو. وكاينه ثقبة ثاني هنا كانوا كيتلاح بنادم من الفوق من الثقبة من الثقبة كيهبط بلا ما يدخلوا من الباب بلا ما يدخلوا من الباب من الثقبة كيهبط باش ما يعرفش الباب فين كاين باش ما يعرفش الباب فين كاين في الباب فين كاين ما يعرفوش. وكيلوحوه من الفوق كيلوحوا من الفوق وكيلوحوا ليه الماء ديالو والماكله ديالو ثاني من الفوق بالخيط ويقضي الغرض الحوايج ديالو كله هنا كله هنا كله هنا كيشم قلبوا القدر القوه دوك الفيسيات ما كاينين زعما طواليط. لا لا ما كاين طواليط ياك والو. واش كان شي عهد فيه شي طواليط؟ والو والو ما كاين لا طواليط. كان بنادم كلشي كيدير هذاك الشيء ديريكت ديريكت. المهم الخوت ندخلوا دابا للغرفه الثانيه. هذه الغرفه الثانيه. يا بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شو الخوت شو هنا ثاني هادو التقابي هادو شو الدنيا كيدير؟ ترى سكنة جيدة هنا. ها سكنة جيدة. سكن سكن عطيوها لك عطيوها لي في شي بلاصة قريبة لكازا والله تنسكن فيها بالله. yeah. والله سكنة جيدة هادي والله. الخوت مسيم وعلام سكنة جيدة. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم يا أهل المكان. الخوت هادو هو السجن هو هذا تقريبا. بزاف ديال الناس كيقول لك ما عندوش الباب وكتهبط من شي حفره. ولكن الخوت راه كاين الباب ديالو. شو اه كاين الباب ديالو تقريبا. كيجي كيدير فيديو كيقول لك انا نقص من لين جات
راه الباب راه هو مشكلك الخوت. والله الا جاي مجد انا جاي. اش قلت لك السيمو دخلنا عليك في الله؟ اش قلت لك؟ قلت لك ما غنلقاش الباب اش ندير؟ غتلاح من الفوق. غتلاح من الفوق على بالي قالوا ما كاينش الباب. احنا تفرجنا في فيديوهات قال لك ما كاينش الباب. كيجي يكذبوك يقول لك ناقصوا من الفوق. والباب موجود ولكن كاينه حاجه اخرى خاصنا نقلبوا عليها ضروريه. شناهي؟ كاين حبس تحت الارض. وراه هذا هو تحت الارض. ماشي هذا، كاين واحد اخر. كاين واحد اخر؟ واحد اخر نكتشفوا هذا، خاصنا نقلبوا عليه. المهم هذا هما الغرف اخوتي، كاينين تقريبا واحد خمسه الغرف كاينين هنايا. هادو اخوتي راه حبس، هذا حبس تحت الارض الاخوان. وهذوك التقابير هما فين كانوا كيعطيوهم الماكله، يعني المؤونه ديالهم كانت كتنزل من الثقبه. ما كيقضي الحوائج ديالو يعني هنايا في هذه البلاصه، ما كيطلع ما كيشوف والديه ما كيشوف حتى شي حاجه. كان الحبس اخوتي كان حبس صارم، واللي دار شي حاجه راه كيجي للمتموره. راه كتسمى هذا حبس بالمتموره، السميه ديالو المتموره. شوف كاين تمايا. بسم الله عندك سير. كاين تم هذيك يقولوا لها الناس البكري الثاقه، الثاقه الهوايه هذيك، هذيك الهوايه كيتهوى منها، كيتهوى باش كيتنفس منها. سيمو سيمو بس. خويا راه نخاف ولا جايين من قرطحنا حنا؟ والله الا من قرطحنا اخويا. غنشوفوا الحبس. المهم غنشوفوا نكتشفوه مزيان اخوتي. تقريبا هاد الغرف هادو راهما باردين وزوينين، بامكانكم انكم تجوا تزوروا هاد البلاصه اللي هي كاينه في سيدي بنور اخوتي، قصبه بولعوان. غديروها في سميتو في المابس وغتطلع ليكم اخوان. صراحه قصبه زوينه. فين هي الزرموميه؟ هي باقه. بسم الله الرحمن الرحيم. تادي مال هادي؟ والله الا باقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي السلام. واش حي دابا ولا جره جره؟ بسم الله. تشو تشو كاين شي لعيبه تفاقي انت شنو نسانا ياك ما ضاربه شي واحد سلمومي. لا لا زكزكا زكا نلصقوها في الحيط. زكزكا نخرجوها برا. خوت عندك تكون فيها شي حاجه مسمومه مسمومه. شوف شوف عندك تعضك لوجهك اصاحبي بعد انت راه غناكل. شوف 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 كي كدير والله هي تعضك فمك هذيك حلف. شوف على الوين فيها سبحان الخالق. ها هي تلنا 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 حيد لي يا صاحبي. خليها المهم نخليها هنايا نخرجها. يلا سير. فهمتي وداكشي كله كذوب ديال الحبس. ما كاين شي حبس ولكن حنا هادشي كنسمعوا قديم. والله راه تما شكون اللي يقولوا اللي سير عند النصارى وعدتو هذوك انت اللي عارفين اللي عارفين التاريخ اللي عندهم كتب ديال التاريخ. وشوف راه ما هوش حبس. ياه والله ما هو حبس. وراه هذاك واحد تقولوا انه ذا واحد يقول والله راه كنكذب بحال هذاك. هذاك راه جاو ناس هنا قريه حنا كتبنا عليه علطنا عليه بانه علاش كيكذب. ما خاص دابا هو كذب. قال لهم راه حبس هذا وقال لهم ما عندوش حتى الباب منين يدخلوا لي. انا راني انا الوحيد اللي هو. وانت راه جا عندك هو يدوى معاكم؟ لا راه دوى معايا برا وهو القايد. والقايد قال لي حبسيه. اييه الا كان شي حاجه عيط ليا غنصيفط الجدرميه دروك ياخذوا لي هذاك هذاك التليفون ديالو اللي كيس. انا بقى فيا فهمتي جاي من الرباط. لا راه جاي من سلام مسكين. والرباط سلام. بحال بحال. المهم ولقاه وسوق لي على الكلمه. المهم القصه ديال هذا ماشي قلتي لي ماشي حبس. ماشي حبس. درتي من اللور من الهين وطلعتي من الحيط ورجعتي حيط. وشوفي حيط عدو 200 الوفات ديال السنين. اي 300 عام 1122 هجري. وتيتا تقلع على الحجرات وتريبهم. شحال من واحد جاي يتابعني قلت لي تابعوا بحال هذا والله تتابعوا. ولكن خليه منه الله. هذاك الشيء هذاك الشيء والله تا قالوا لي هكا وليدي. قال لي وحنا معاك. فاهم بحالك انت جاو قالوا لي انت. قال لي وحنا غنتابعوا على الكذوب وعلى هذا الشيء. وما انا تنطيحوا لا قوا في السلوك. لا لا الله يسهل عليك. الله مسكين راه يدار على خبز وليدي. هذاك الشيء اللي كاين. هذاك الشيء اللي كاين ابوي. هذا ولدي راه ماهوش حبس. ماشي حبس. لا ما هو حبس. ياك. وراني نقول لي. انت ولد المنطقه هنايا. راه الوالد عندي ساس واحد الوقت هنا. ياك. يقول لي الوالي كتورثوا على صافي وارثينا وارثينا عن جد لجد. باش يطيح يقول لك هذا ولا ماهوش حبس. والخوت جاتنا واحد المعلومه صادمه على هذه البلاصه صراحه. واحد المعلومه اخوتي ريح السيمو ريح السيد. اشنو قال لنا على هذا الحبس؟ حنا في النظر ديالنا اخوتي هذا حبس، ولكن هو راه ماشي حبس يا اخوان.
تقريبا راه ماشي حبس بزاف ديال الناس اولوا انه حبس. اللي كيجي هنايا كيقول راه حبس وما عرفناش حنا شكون تايفه، واش اللي كيقول حبس ولا اللي كيقول سميتو. ولكن الخوت تصادفنا مع هذا السيد الله يعمره دار، عطانا معلومات على هذه البلاصه، الله يلا عطانا معلومات بزاف ما يمكنش، معلومات شيقه. هذه البلاصه هذه اخوتي راه كانوا مؤتمر ديال الزرع، يعني كانوا كيخبوا فيه الحبوب هنايا، كانوا القبائل كتفرض عليهم الضريبه، يعني الضريبه كتفرض على الدوار، والدوار باش كيخلص ديك الضريبه، ما كانش ديك الساعه الفلوس ولا شي حاجه، كانت الضريبه عباره على قمح ولا الشعير، يعني كيجيو كيسيبوها من ديك التراب. والزرع كيف لاحظنا حنايا كانوا شحال هذه جدودنا والناس الاولين كانوا كيخبوا في المسامر، يعني باش ما يضربوش داك الكوز اللي كنتو كتعرفوا، داك الكوز هذيك الدوده، عرفت هذه هذيك الدوده كيقول لها الباكوز، الباكوز كتكون حتى في الفول وكتكون حتى في الفول وكتكون في كيخبيو هنايا حيت الارض كتكون فيها الرطوبه. ملي كتكون الارض فيها الرطوبه يعني الزرع كيبقى مده طويله، يعني يقدر يبقى حتى 7 سنين 8 سنين 10 سنين. بحال القصه اخوتي ديال سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام، لا راه الملك اللي حلم قال لي اني قال لي ايه الملك اني اراني احمي اني ارى سبع اني ارى سبع سنابل خضر وسبع سنابل يابسات يابسات فوالا، يعني 6 سنين ديال القحط و 6 سنين ديال الخيرات ديال الخيرات. وقرروا في هذيك 6 سنين ديال الخيرات كيفاش غادي يحافظوا على ذاك الزرع، باش غادي يحافظوا عليه، يحافظوا عليه خصهم يخلوه بالسنبوله ديالو، السنبوله ديالو وفين كيديروه، فين كيديروه تحت الارض، تحت الارض، حيت الا حيدوا لي السنبوله ديالو غيفسد، واخا تحت الارض غيفسد غيفسد. وفاش كانوا كيخبوا، فاش كانوا كيخبوا القبائل ديالو، فاش كانوا كيخبوا الزرع في المتامر، في المتامر لما تموره تقدر الزرع يبقى. سيدنا يوسف هو اللي عطاهم هذه الفكره، هو اللي عطاهم هذه الفكره، حيت شي وحدين اخرين تما بغا يديروا بحال سيدنا يوسف، ولكن سيدنا يوسف قال لهذوك الخدامه ديالو، قال لهم شوفوا هذا سر الزرع غادي نديروه، ما غنقولوش لكم كيفاش غنخزنوه 7 سنين، راه غيفسد 7 سنين غيفسد، حيت كاينين قبائل اخرى ما تيقوش انه ما تيقوش نقلعوا السن، تما قلعوا وخزنوا، قلعوا وخزنوا، ولكن خزنوهم في الاخر خزنوهم في 4 سنوات، لاحوا في واد النيل وحصلوهم سبحان الله العظيم. ولاو كيجوا من ديك من قرى بعاد كيجيو كياخذوا الحنطه من هذيك، كياخذوا الحنطه من تما، هذوك اللي فسد لهم الزرع، ولاو كيجيو يشريو الحنطه من عند سيدنا يوسف. شو هاد القصه كيدير اخوتي؟ اذا هاد البلاصه اخوتي اللي وريناكم دابا كامله ديال الخزائن ديال الزرع وديال هذه خزائن ديال الزرع وديال القمح والذرة وكل شيء، كنا غالطين الاخوان كاع الحبوب، كاع الحبوب كانوا كيتخبوا، كنا غالطين الاخوان وبزاف ديال القنوات اللي بزاف ديال الناس اخوتي كانوا كيأولوا وقال لك هاد البلاصه راه حبس، ولكن الاخوه راه ما كاينش الحبس، راه ماشي حبس الاخوان، راه دو معنا العساس لهنايا هو اللي عطانا كلشي، والعساس اخوتي راه يعني راه غير وارث هاد البلاصه، وارث هاد البلاصه عن جد الجد، عن جد الجد هو كان خدام هنا وكان عساس يعني وارث عن جد الجد. هادشي اللي كاين اخوان، هذا راه كامل راه ماشي حبس اخوان، هذا شو سبحان الله العظيم، حنا راه كنا جايين ناوي على اساس انه حبس سبحان الله العظيم، يلا شوف، وقال لنا داك العساس راه ما يمكنش يكون حبس وفي وسط قصر، وسط قصر ما يمكنش يكون الحبس ديال مولاي اسماعيل يكون داير فيه حبس، هو راه قصر ويدير فيه حبس، راه ما يمكنش يا اخوان. المهم نتمنوا تكونوا استفدتوا معنا شي شويه، وبالنسبه للناس اللي كيجوا وكيأولوا شي هضره على هذه البلاصه هذه، والله يهدي الجميع، واي واحد يجي يزور بحال هاد البلايص هادو، انا صراحه كاع البلايص اللي كيكونوا اثريين كنرتاح فيهم صراحه، وكنبغي نجي نزورهم، وخا كنسمع عليهم شي افكار. مثلا حنا تخربقنا في هاد الفيديو، تخربقنا اخوتي وخربقتكم في النوبه الاولى، حبس دابا ماشي حبس، يعني حنا دابا شكون اللي غنتيقوا الناس الكبار الاولين، نتيقوا الناس الكبار، هذاك السيد تبارك الله عنده 80 عام، واش حنا غنخليو واحد 80 عام ونتيقوا واحد الدري صغير غيجي يقول لك نقص من الحيط، هذاك الشيء اللي كاين وصافي، راه باينه الهضره. المهم الخوت نتمنى تكونوا استفدتوا معنا ولو شي حاجه قصيره،
ولا هو شي حاجه بسيطه، وحاولوا حتى بما امكن انكم تبارطاجيو معنا المعلومه اللي تكون صحيحه اخوتي. وهذا هو القصر ديال مولاي اسماعيل، هو هذا شوه تبارك الرحمن. ودابا غادي نطلعوا نطلعوا من واحد الصور. شوف سبحان الله العظيم الاخوان، انا قبل ما نجي هنايا البارح واحد الدري صاحبي كيسكن في هذه المنطقه وجو عرفتي اش قال لي؟ قال لي راه كاينه واحد الحبس تحت الارض. قال لي راه فيه تقريبا شي نص كيلومتر تحت الارض عاد باش توصل ليه. ودابا ملي سولنا وقلبنا راه قبيله وحنا قلبنا ما كاينش والو، ما كاينش حبس، ما كاين. شوف ما كاين حتى شي حاجه. الهضره كتوصل حامده. تقول حامده هنا، حامده، وانت غتقول الحامده الاخر. واش توصل تما توصل خياره؟ قال لك ريال ديال الفوسيخه كيفوسخ لك الدار البيضاء كلها. واش يعني الهضره بحال الزمار، بحال الزمار. راني زمرت هنا راه غيسمعوه هكا ويسمعوه هكا ويسمعوه هكا ويسمعوه بزاف الناس. هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء اللي كاين. بنادم يعطي المعلومه، يعطي المعلومه الجيده الصحيحه، صحيحه لما كان صحيحه بلا ما تقولها الاخر. هذا راه خوتي راه قصر، وهذا البلايص فين كيتحطوا القمح والذرة والشعير وكل شيء. واللي جا الاخوان بغى يدير شي فلوك هنا ولا بغى يدير شي لعيبه يحاول الله يرحم ليه الوالدين، ما يلحقش ما يلحقش للحيوطه. الحيوطه داك الحيوطه ما يلحقش ليهم، داك الشيء راه علاش يا خوتي؟ هذا الشيء راه اثار، هذا الشيء راه غادي نفتقدوه، ما غيبقاش، راه ما غيبقاش، خاصو يبقى. مني غتجي انت تخرب والاخر يخرب، ما غيبقى والو، ما غيبقى والو. وكما كان سكينه العساس هذا كما كان راه قال لك عنده بزاف ديال اليوتيوبر اللي كيديروا الفيديوهات وهو كيلقى مع مشكل، كيلقى مع مشكل. وحنا خلينا ناخذوا راحتنا، هذاك الشيء اللي حنتي دابا ما دواش معنا. علاش حنتي دوينا معاه زوينين وعرفنا ناس معقولين جايين غير باغي نوصل المعلومه الصحيحه. صحيحه حنا بقينا غاديين غالطين، ولكن مسكين هو صحح لنا المعلومه، صحح لنا المعلومه اخوان. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى يكون شرحنا لكم شي معلومات اللي يكونوا بساط. ودابا غادي نمشوا نشوفوا الباب ديالها ونطلعوا من فوق واحد الصور اللي كيكون صحيح. هذاك الصور السيد العساس اللي هنايا قال لنا راه بامكانكم انكم تطلعوا فوق واحد الصور، كطلعوا على القصر كامل. دابا هذا الشيء اللي غادي نمشي نشوفه اخوتي. انا اخوتي يا بسم الله غادي ندوزوا من هنا. هذا هو الصور اللي قلنا لكم انه كيدوزوا منه الناس، وهنا في كانوا كيتخباو الجنود، يعني الجنود كيكونوا هنايا واقفين وكيحطوا المدرعه ديالهم هنايا. وهذه اخوتي هذه المناره، هذه عرفتيها ديال اش؟ هذه ما عرفتيهاش، ديال المدفع اصاحبي. لا ماشي ديال المدفع، هذه كيديروا بحال هكا وكيبقى يشوف. الكاميرا صافي من كيطلوا الا مشى حتى هز راسو بحك، كاين واحد وراه كينعت ليه، كيتيري فيه كيقتلو. لان الكاميرا ما خصهاش ينعس. هادشي سبحان الله العظيم، اللعيبه ديال الحكا شتيها كتبقى تطلع الليل كامل وانت بحكا وانت كطل. هذه معلومه زوينه اخويا السيمو. يا بسم الله، السلام عليكم. هذا تاهو هذا كان بيت ديال الجنود، يعني الجنود الثاني راه كانوا كيطلوا من هنايا. وعلاش هذا الحيط كيف كتلاحظوا داير بحال هكا بحال الشكل ديال المثلث؟ يعني كيف قال لنا كيف اعتقدنا حنايا بانه الجندي الا وقف هنايا ما عندوش الحق انه يدورها اولها، ما يتلفتش ما يتلفتش. سير حك بحالك وكيخشي راسه باش يشوف نيشان شنيشان، ما عندوش وهذا البلاصه ما خصوش يدور. هذه دايره بالقصر كله، دايره بالقصر كامل، كل واحد كيديروا كاميرا كتسمى كاميرا ديال بكري. المهم كيف كتلاحظوا هنا راه غير الخشب، هذا الخشب راه قديم اخوتي. وهذه هذا ثاني اللي هنايا، هذا هو البرج ديال المراقبه، يعني كانوا الجنود ثاني كيطلعوا في هذا البرج، هذا كيطلعوا هنايا وكيبقاو يراقبوا القلعه كامله على حساب لا جا شي عدو ولا شي حاجه، يعطوا التعليمات للناس اللي كيجلسوا هنايا، الجنود اللي كيجلسوا هنا في هذا البلايص. هذا شي هذه راه بلاصه جندي، وهذه بلاصه جندي هنا، وهذه بلاصه جندي، وهنا كتكون المدرعه، يعني سميتو خارج من هنا البازوكا خارجه من هنا الخوت. شو وهذا هو البرج الخوت، هذا برج المراقبه. وصراحه بحال التراث ديال البلاد اخوتي خاصو يترمم وخاصو يحافظوا عليه الناس، خاصو بما امكن انه يحافظوا عليه الخوت. شو ها هو ثاني واحد البيت، هذا بيت المراقبه. ها انتم الخوت تبارك الله ما شاء الله،
اطلاله هنايا واعره صراحه. شوف، وهذه هي البرج المراقبه، هو هذا، هذا برج المراقبه. شوف على اطلاله، تبارك الرحمن. شوف شوف شوف، تبارك الله ما شاء الله. وهذا الخوت راه واد ام ربيع، هذا واد ام الربيع. نعم اخويا، مولاي اسماعيل. بالنسبه فيها سبعة الابراج خاصه بسميتو مولاي اسماعيل. هذه راه باينه، كل قصبه فيها سبعه ديال الابراج، فهي مختصه ديال مولاي اسماعيل. داكشي اللي كاين. زيد السيمو، زيد داكشي اللي كاين. بشويه عليا، بشويه عليك، تهبط الاخوان ديالكم شي فطور هنايا في هذه القصبه. العظيم بالله شو السيمو كيدير اخويا، الفيافي شو على اطلاله اخوان، تبارك الرحمن، اطلاله واعره صراحه. شو شوف موقع استراتيجي لهذ القصبه صراحه. اش بان لك السيمو؟ نزلوا اخويا، نمشوا للجهه الاخرى، نمشوا للمسجد. وهذا هو الخوت، هما التقابي اللي حنا كنا كنعتقدوا انه سجن، ولكن الخوت راه ماشي سجن، هادو راه مخازن ديال الحبوب وديال القمح. كيف كتلاحظوا راه جاو في الوسط ديال القصر، في الوسط ديال القصر اخوان. واش مولاي اسماعيل غادي يجي وغيدير حبس مو وسط القصر؟ راه ما يمكنش الخوت، راه ما يمكنش. هذا راه مخازن ديال الحبوب اخوان، وكيطلع على هذه الاطلاله الرائعه. ايوا راه السيمو فينا هو، حنا راه دايرين وكنوثقوا لكم اي حاجه، كنوثقوها لكم اخوان. نعم اخويا، دختي وليتي كت، وهذا هو الباب، ها هو غيبان لكم هنايا، راه كاين الباب، هذا هو الباب ديال المتامر، هما هادو. شوم تبعني يا بسم الله، واخا هاد البلاصة ولكن راه دايرين ليها دروج. بسم الله، زيد زيد، اطلع اطلع، راه زيد السيد. بسم الله، عاب شوية عليك، عاد شدها بشوية عليك بحالها، وعندك لا ما تشدش في الحجر بزاف. بسم الله، هاكاك سير بشوية عليك. قول لي جداني شي مغامرات انا، اخويا راه قضية صعيبة. شزو بيا ثاني من هنا. شوف تسير، حيد اصاحبي، حيد اصاحبي، واه شار خوت. يا ربي السلام وستر مولانا. يا هذه القصبة اخوان، هنا راه كانوا الجنود. زيد زيد زيد، هاي ولات مزيانة هنا، هاي القصبة من هنا. يا سلام خويا، كاينة واحد الطنطونة اخوان، دابا الربعة وكاينة الشمس. زيد بشوية عليك، بشوية عليك، بشوية عليك. يا ربي السلام، ياك واش شداش الدوخة؟ لا شد فيا، شد فيا ما تخافش. المهم الخوت راه كاين العلو اخوان، راه كاين العلو. ما نعاودوش نمثلو، ها نمشي ندورو حتى نرجعو تالي، ندورو تالي ما نرجعوش. سير سير والله، داخ ناري، ما كايناش طريق والله، والله ما كاين الطريق، حق الرب. وصلنا تال والله ما كاينة، وصلنا تال هنايا. هذا بحال قلتي ثاني باب، كيفاش كيفاش نديرو نزلو؟ غنمشيو من اللي غنمشيو من اللي مين؟ من اللي نرجعو ديك الرجعة كاملة ثاني السيمو، ها؟ دخشي أنا جيتها باش تسمن تما صح. أو السيمو، أنت علاش داير هاد الكاسكيطة هنا؟ الدراقة ديال البغلة ديال تشوف الله، حيد سير حيد سير. دابا خايف من المرتفعات الخوت، راه عندي فوبيا. ولكن اللي شوف تعاشرتي معايا، الماكلة المغامرات لا الماكلة كل شيء، حيد سير الماكلة متفق معاك فيها، خرج معاك أي بلاصة أييه، ولكن أصحابي هادشي صعيب. لا مازال ملي كنا قبيله لتحت كندورو، ولكن طلعنا لفوق، شدتني الدوخه والله. بحال طالعين فوق السطح دابا، دراقه بحال ديال الدحش. سير حيد، دراقه بحال ديال الدحش. يا ربي السلامه، سير سير سير. دابا غادي نمشيو للمسجد فين كان كيصلي مولاي اسماعيل، المسجد فين كان كيصلي مولاي اسماعيل. باقي لدابا، باقي واقف، البنين الاول، البنين الاول 350 عام اوليدي.
هذا الخوت هو الجامع. الباب ديالو، شو الباب ديالو كان صغير وطويل بزاف. كان بنادم شو الناس بكري يا صاحبي، كان بنادم مشبر مشبر بريو. يا بسم الله يا بسم الله. السلام عليكم، السلام عليكم يا اهل المكان، بيت الله سبحانه وتعالى. شو تبارك الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. بلاصه الامام، هذه بلاصه الامام، هذه بلاصه الامام. هذا غيكون شي بيت، هذا 100% بيت هذا. وهنايا الله قال لك حبس. حنا دابا في المسجد ديال مولاي اسماعيل، هنا فين كان كيصلي مولاي اسماعيل. تصوروا معايا على 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 تاريخ راه تبارك الرحمن. وهذه هي الصومعه، الصومعه. شو الصومعه كي دايره؟ تبارك الله، هادشي قديم اخوتي، وشي حاجه قديمه كتكون زوينه. شو الصومعه راه سدوها باش ما يطلعش لها بنادم وتريب، راه مهدده بالانهيار. شو ها هي مسدوده. كي جاك هادشي السيم اخويا؟ واه هادشي زوين اخويا، ياك شي جميل جدا. بنادم يجي يمتع عوينات، يجي ها يجي دير رفايه. هنا تريحنا واحد واحد الحياه كيدايره، راه يا سلام. بلا فطور كاع قسما بالله الخوت ما جايبينش، ما جايبينش، نسينا ما جناش الماكله. والله تنفطروا هنا في هذا المسجد ديال مولاي اسماعيل. حنا راه دارتها بينا الطريق، دارتها بينا الطريق اخوتي. تلفنا في الطريق، تلفنا في الطريق، وخرجنا من واحد البيستا ضربنا الطريق طويله، ولكن ماشي مشكل. دابا غادي نخرجوا، بان لي واحد واحد البيبط. ها هي شو ياك باين البيبط. شوفوا اش فيها الوليدات، بيبط هاد بيبط. شو سبحان الله العلي العظيم. يا ولدي ما سبحان الله، هذاك الفريخه كيمشي للجامع وكيمشي كيبيض في الجامع فقير، كيقول لك وكيمشي عند الناس ملي كيبدا يوت وت 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 وت. والناس كيمشي عند العيالات الضياف، الضياف المراه كتكون تصبن ويجي حدا يلعب حداها. اجي حيد من الشمس اجي. اه وقال لك ملي كتسمعوا كيسيت فوق من الدار، هادشي كانوا كيقولوه الناس الاولين. كانوا كيقول لك ملي كيبدا كيسدسد ويت ويت ويت، عرف انه ضيافين جايين عندك. سبحان الله، يعني راه الضيافين جايين عندك وسبحان الله، وكيجوا الضيافين وما كيخافش من الناس، وما كيخافش من الناس والو، وما كاينش اللي كيأذي. شكون اللي غيأذي؟ راه داك ومحني رجليه. اه سبحان الله، سبحان الله. كيقول لك هو فقير، فقير اه شريف. ايوا هادي يا خوتي، هذا هو الجامع. دابا غادي نتحركوا لوجهه اخرى، اجي نشوفوا مزيان، غادي نوثق لكم هاد البلاصه مزيان صراحه. اجي تشوف، اجي سيد. شو الخوت، هذا السيد، هذا هذا السيد يا مكان. هذا الشيء اللي ما كنعرف، ما سبحان الله ما عنديش مع هذا الشيء هذا. يا بسم الله، ناري ناري. شحال ديال شحال ديال هذاك الزرمومي فينا؟ غندخلوا ليه اخويا. هاي هاي بسم الله. شو الحيط هذا كيدير؟ شو الحيط هذا فين؟ ها الحيط فين؟ الزخرافه اصاحبي، هذه راه الزخرافه. هذا هو النقش، النقش ديال بكري هذا، النقش ديال بكري هذا. حتى داك الشيء صحيح، البني الاول راه عليه نعود. يا بسم الله، يا بسم الله، يا بسم الله. السلام عليكم، احنا مسلمين وطالبين تسليم، ما باغين والو منكم. بسم الله، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الاخوان يا اهل المكان. اجي يا ربي، السلام عليكم. لا لا، البدن ديالي كيقشعر. علاش؟ حيت كتجي لهاد البلاصه وشو دايرين الشمع؟ شو 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 حارقين، حارقين شي حاجه. السيد فين هو؟ السيد راه غيكون هنايا مردوم ولا كنا كنعفطوا عليه، كنا كنعفطوا عليه. واش نديروا اخويا؟ مالنا حنا؟ هذه راه تقدر تريب في اي لقطه. شوف 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 كي دايره. شوف 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 واحد الثقبه، واحد ديما كيكون البني القديم كيكون واحد الهوايه من الفوق. شو هذه في اي لقطه تقدر دير. سلام. دابا شي سيد راه كاين هنايا واقيلا ميت. ها؟ باين ميت هنا دابا، كنعرفوا عليه هنا. يا ربي السلام. ولكن اسمح لي دابا هذا قصر ديال مولاي اسماعيل، هذا قصر ما يمكنش يكون فيه وما عرفتش واحد مدفون في واش هذه قبة كان كيصلي فيها ولا كيريح فيها. هذه هذه قبة كان بحال قلتي كيتخلوى فيها 100%. هذه الخلوة ديالو 100%. 100%. ها انتوما خوتي هذه. صراحة هادشي زوين، رائع رائع ديال بصح، والله إلا رائع. تقريبا تساريناه كامل دابا، والله إلا تقريبا تساريناه كامل أخوتي. وهادي الإطلالة من الفوق. شو على برا داير بحال الشكل ديال القبة سبحان الله. داكشي علاش قلنا لكم الخوت راها قبة. وهذا الجامع.
عييت يا سيم. عييت اخويا صراحه الخوت عينا ديال بصح. علاش؟ حين تضربنا الطريق وشحفنا انا بعدا لصقت ما كرهناش كوجدنا الماكله ونطيبوه هنا والله ما كرهناش. طير شحال زين هنا في هذا. ولكن الخوت غادي نضطروا اننا نمشيو. والخوت جبنا معنا البصله الخوت ودابا ما كنا جايين في الطريق طيبوها في الطريق. كنا جايين في الطريق وبغينا ندوزو ندنا لواحد السوق. قلنا خدينا القرقاع وخدينا كنا باغي نجيبو نطيبو الفطور. اش قلنا؟ قلنا غيكون القصر غير قريبه نمشيو نعاودو نرجعو. ساعه هو بعيد بعيد الاخوان بعيد بزاف. دابا نقدروا نمشيو نفطروا في الطريق. نفطروا في الطريق بطبيعه الحال. هذه راه بطبيعه الحال نفطروا في الطريق. المهم اخوتي غيكون سال الفيديو ديالنا هنا. لعجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب لايك وخلي شي كومونتير وبارطاجي مع اصحابك. وحاولوا بما امكن انكم اخوتي اي واحد عارف شي معلومه على هذا القصر ديال مولاي اسماعيل يحاول يبارطاجي معنا المعلومات الصحيحه. يحاول يبارطاجي معنا شي افكار شي حاجه كانت قديمه باش الناس اللي دخل لهذا الفيديو شي واحد يستافد وياخذ معلومه ويحيد عليه دوك الافكار السلبيه وديك ديك المعلومات الخاطئه يحيدهم ليه من باله. اش كاين ولا لا سيمو؟ هادشي اللي كاين داكشي اللي قلنا قبيله هو اللي كاين الاخوان. حنا وصلنا لكم المعلومه الصحيحه هادشي اللي كاين. وتبارك الله عليكم وتهلاو ليا فريوسكم. انت براسي غنزير هاد البلاصه وغادي ها هاي انت وليتي جيتي الجماعه الله يعاون سيمو في عمرك وفين عمرني. حلمت شي نهار غنجي لهاد البلاصه انا كاع. شو سبحان الله. يلا دابا 3 ايام دابا وتا انا ما كنتش كنقول انا يلا 3 ايام ولا يومين ما كنتش كنقول انا غنجي لهاد البلاصه وغنصور فيها فيديو مع سفيان والرياح. شو عالم صراحه والله اجواء واعره شايف المشاكل هذاك الشيء اللي كاين سبحان الله. تعيا ما تجري بحال هذيك البصله قبيله. شوف هي مدفونه في الارض وشوف شحال من شهر وهي كتسقى وجا ذوقنا منها. جينا من بلاصه جينا من كازا وما خلينا حتى كنت ودزنا من حداها ونتفى وعطاني وعطانينا بيدو. راه الله راه الله راه كيقول لك وفي خلقه شؤون. هذاك الشيء اللي راه ما كذبوش سبحان الله. في خلقه شؤون والله العظيم. الله سبحان الله العظيم ديما كنقولها لكم يا اخوان. الله كيدير لك بزاف ديال الحلول في الطريق. هذاك الشيء اللي كاين سبحان الله. حنا دابا راه ما عارفينش راه تقريبا نضربوا ثاني واحد 200 كيلومتر اخوان باش نرجعوا للدار. وكيبان لي ما عارفينش فين غادي نفطروا. باش نقدروا نفطروا في الدار ما تعرفاش كاين. ما تعرفاش كاين نقدروا نفطروا في الدار. دابا حنا غنشدوا الطريق دابا بحالنا. نشدوا بحالنا وصافي. فيما فطرنا الحال غنفطروا الاخوان. هذاك الشيء اللي كاين اخوان غنفطروا في شي بلاصه فيما كانت شي قهوه شي حاجه نفطروا فيها. وهذا الشيء اللي كاين تحياتي لكم. تبارك الله عليك.